الحسين في مدينة عمان في 28 من حزيران عام 1994، ليكون أول أنجال جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وهو السليل 42 للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حمل الحسين اسم جده الملك الباني ليكون استمراراً لإرثه في الإنجاز والبناء. ترعرع الحسين في كنف جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، واستقى من أسرته الصغيرة المحبة التي تكبر كل يوم مع أسرته الكبيرة في الوطن. اختاره جلالة الملك في الثاني من تموز عام 2009 ولياً للعهد. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله ولياً للعهد. أنهى سموه تعليمه الثانوي في مدرسة كينجز أكاديمي في الأردن في عام 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخرج عام 2016. تخرج سموه عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيرست في المملكة المتحدة على خطى أبيه وجده من قبله. وفي عام 2021 صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سموه إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. يرافق سمو ولي العهد جلالة الملك في زيارات العمل الرسمية التي يجريها إلى مختلف أنحاء العالم. عين سموه نائباً لجلالة الملك عدة مرات، ومثل الأردن مندوباً عن جلالته في العديد من المحافل الإقليمية والدولية. ويحرص الحسين على التواصل بشكل دائم مع أبناء الأردن وبناته ودعمهم في مختلف المحافظات. تأسست مؤسسة ولي العهد عام 2015 لتكون مظلة تعمل من خلالها مبادرات سموه لتحقيق رؤية شباب قادر لأردن طموح. منح الحسين عدة أوسمة، منها وسام النجم القطبي الملكي من مملكة السويد، ووسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة من مملكة البحرين الشقيقة، ووسام أولاف من الدرجة الأولى من مملكة النرويج، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام مئوية الدولة الأولى. وبالإضافة إلى كل اهتماماته في خدمة وطنه، فالحسين يهوى في وقته الخاص كل ما يقربه من سماء الأردن وترابه ومائه. واليوم يدشن سموه فصلاً جديداً من حياته تشاركه فيه الآنسة رجوى خالد السيف، فيحتفي بهما الوطن بأكمله.